سمو الأمير، تحدثت في مناسبة سابقة عن الاعتدال. ما هو مفهوم الاعتدال في رأي الأمير محمد؟ طبعا يعني هذا كلمة واسعة للغاية، ويعني كل الفقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من 1000 سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال. فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال، بقدر ما أنه ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع. هذا يقودني لسؤال ثاني اللي هو مساحة الشريعة في الدولة، يعني على مستوى الدستور، على مستوى القضاء، على مستوى الفضاء العام، على مستوى حريات الأفراد. مثل ما ذكرت لك، دستورنا هو القرآن، كان والآن وسوف يستمر للأبد، ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. إحنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر، لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي إحنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. طبعا لما أتكلم عن نص صريح من السنة، أغلب المدونين الحديث في تدويناتهم صنفون الحديث بناء على تصنيفهم الخاص مثل البخاري والمسلم وغيره، أنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، لكن في تصنيف آخر هو الأهم اللي هو الحديث المتواتر والأحاد والخبر، وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الحكام واستنباطها من الناحية الشرعية. فلما أتكلم مثلا على الحديث المتواتر اللي هو يعني من جماعة لجماعة لجماعة لجماعة، مجموعة أشخاص يعني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الحديث قليلة للغاية لكن ثباتها قوي جدا، وتفسيرها يخضع الاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث. بينما الأحاد اللي هو فرد عن فرد عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جماعة جماعة عن فرد عن جماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي فرد في الحلقة، فهذا يسمى حديث أحاد. وهذا يصنف أصناف كثيرة، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. وهذا الحديث الأحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر إلا إذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة دنيوية واضحة، خاصة إذا كان حديث أحد صحيح، وهذا يشكل أيضا جزء قليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الخبر اللي هو عن فرد 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 ما نعرف، عن فرد 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن جماعة جماعة فرد فرد ما نعرف عن جماعة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي انقطاع. هذا الخبر هو اللي يشكل النسبة العظمى من الحديث، هذا بشكل لا يؤخذ فيه لأنه غير ثابت و غير يعني ملزم. ولو نرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الحديث في وقته أمر بحرقها وعدم كتابتها، فما بالك إذا أنت ترجع للحديث الخبر وتلزم فيها الناس من الناحية الشرعية، وقد أيضا تطعن في قدرات الله سبحانه وتعالى في أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. فالحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص اللي في القرآن، وملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر، وتنظر للحديث الأحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتا إلا إذا كان تسند عليه رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان. فلا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح، وتطبق هذه العقوبة بناء على كيفية طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني مثلا لو أضرب مثال الزنا، الزاني الغير محصن يجلد، الزاني المحصن يقتل، وهذا نص واضح. لكن عندما أتت الزانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله أنا زنيت، بما معناته الحديث لأني نحفظه نصا، صد عنها أكثر من مرة إلى ما صرت عليه، بعدين
قال لها اذهبي لمن تأكدين انت حامل ولا لا. عادت لها مرة أخرى ونفس السيناريو تكرر، وقال لها اذهبي حتى تضعين، وعادت لها مرة أخرى وقال لها اذهبي حتى تفطمين، وممكن ما ترجع ولا سأل عن اسمها ولا سأل عن من هي. فكون أنك تأخذ النص القرآني وتطبقه بطريقة غير اللي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبحث عن الشخص اللي تثبت عليه التهمة، بينما الرسول أتاه المتهم معترف وعامل بهالطريقة، هذا ليس شرع الله. وأنك تجي تطبق نص شرعي، تطبق عقوبة بحجة أنها عقوبة شرعية ولا يوجد فيها نص للمعاقبة في القرآن أو في الحديث المتواتر، هذا أيضا يعني تزييف للشريعة. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد أنه نعاقب على جرم شرعي نص عليه، وعندما حرم شيء ووعد بالعقاب في الآخرة لم ينص ويأمرنا كبشر بأن نعاقب عليه، وترك الأمر للفرد بأنه يختار وحسابه يوم الدين. وفي الأخير الله غفور رحيم ويغفر كل شيء إلا أن يشرك به. فهذا هو المنهج الصحيح للتطبيق القرآن والسنة بناء على دستورنا ونظام أساسي الحكم. أنتم سمو الأمير ملزمون بمدرسة معينة، يعني مثلا مدرسة الشيخ محمد عبد الوهاب هي التي ستفسر هذا القرآن وهذه الأحاديث؟ طويل العمر إحنا متى ما ألزمنا نفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين معناته ألهنا البشر. الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب، أنزل قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض، والاجتهاد مفتوح للأبد. والشيخ محمد الوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلها أو نضخمه لأول من عارض هذا الشيء. فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت، القرآن الاجتهاد مستمر فيه، والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر فيها، وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم. يعني مثلا لما قبل 100 عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة وهو لا يعرف مثلا الكرة الأرضية أنها مدورة أو لا، وهو لا يعرف قارات العالم، وهو لا يعرف التقنية وإلى آخره، ففتوى بناء على معطيات المعلومات اللي عنده وفهمه للقرآن والسنة. لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي، ففي الأخير مرجعنا هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت لك. واضح. نظام الأحوال الشخصية، يعني اليوم سمو الأمير قال أنا المدونة القضائية هذه ما تناسب، لماذا رفضت الملزمة القضائية واعتمدت الأنظمة الأربعة بما فيها نظام الأحوال؟ طول العمر ما تقدر تخترع العجلة، العالم كله يعمل على أنظمة واضحة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر. إحنا دورنا أن كل قوانين تسنف المملكة العربية السعودية تترجم واحد أنها لا تخالف القرآن والسنة، القرآن اللي هو دستورنا، لا تخالف مصالحنا وتعزز مصالحنا، تحافظ على أمن المواطن وتحافظ على مصالح المواطن، وتساعد في تنمية وازدهار الوطن. فتسن القوانين بناء على هذا الإجراء حسب المتعارف عليه دوليا. إذا أنت تبغى سائح يجيك تستهدف 100 مليون سائح لخلق 3 مليون وظيفة، وتقول لنا عندي حاجة جديدة اخترعتها غير القوانين والآلية المتعارف فيها، لن يأتيك. إذا أنت تبغى تضاعف مثل ما ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من 5 مليار ريال إلى 17 مليار ريال، وتقول تعال استثمر عندي لكن أنا عندي اختراع جديد لا محاميه يعرف وش الإجراءات اللي تعاملها ولا يعرف كيف تطبق ويحتاج أن يستثمر فيها مبالغ ضخمة، يقول لك بلا هالاستثمار في هذه الدولة. لما تجي تستقطب عقول وقدرات بشرية للعمل في المملكة العربية السعودية وتقول أنا عندي اختراع جديد لطريقة العمل قوانين وسن القوانين، لن يأتيك أي أحد. فأنت تملئ القوانين المتعارف عليها دوليا بناء على دستورك القرآن، وبناء على مصالحك، وبناء على مستهدفاتك، وبناء على حفظ أمن ومصالح المواطن والدفع بتنمية وازدهار الوطن. الرؤية تجسد معنى الانفتاح على العالم. كيف تنظر سمو الأمير إلى حالة القلق على الهوية، الممانعة، توجس، الخوف عند شريحة من المجتمع تجاه هذا الانفتاح اللي نشوفه في السياحة وفي الترفيه وفي غيرها؟ إذا هويتك
لن تستطيع أن تصمد مع التنوع الكبير في العالم، معناتها هويتك ضعيفة ويجب أن نستغني عنها. وإذا هويتك قوية وأصيلة تستطيع أن تنميها وتطورها وتعدل السلبيات اللي فيها وتحفز الإيجابيات اللي فيها، معناتها أنت حافظت على هويتك وقوتها. يعني دليل اليوم لبسنا في المملكة العربية السعودية وعاداتنا العريقة وتقاليدنا وإرثنا الثقافي والتاريخي وقبل كل ذلك إرثنا الإسلامي يشكل جزء رئيسي من هويتنا، نطوره مع تطوير الزمان ونستمر في تعزيزه لكي يكون أحد عناصر تشكيل العالم وأحد عناصر الأشكال الموجودة في العالم. وأعتقد أنه هويتنا قوية للغاية، نفتخر فيها، هي جزء رئيسي من صنعي أنا وأنت وكل مواطن سعودي، هي جزء رئيسي من الحراك اللي صار في المملكة العربية السعودية، هي بسبب هويتنا السعودية اللي مبنية على الهوية الإسلامية والعربية وإرثنا الثقافي التاريخي. حدثني سمو الأمير عن حملة تحييد الخطاب المتطرف. يعني صعب تختار من تبدأ، لكن التطرف في كل شيء غير جائز. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في أحد حديثه بأنه يعني يوم الأيام سوف يخرج من هو يتطرف، إذا خرجوا اقتلوهم، ولا تغلوا في دينكم فما أهلك الأمم لقبلكم لغلوهم في دينهم. فالغلو في أي شيء سواء في الدين أو في ثقافتنا أو في عروبتنا أو في أي أمر كان خطير للغاية، من نص الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التجارب الدنيوية ومن التاريخ اللي تقرأه. السجن اللي صار لمجموعة من هؤلاء، هل هو تحييد لخطر محتمل أو هؤلاء متورطون بقضايا مجرمة؟ ما في شك المملكة العربية السعودية كانت هدف رئيسي للمشاريع المتطرفة والمشاريع الإرهابية في أنحاء العالم. يعني إذا أنا أسامة بن لادن وأبغى أنشر فكري المتطرف في العالم كله وأبغى أنشر خصوصا بين المسلمين، وين أبدأ؟ أبدأ في الدولة اللي فيها قبلة المسلمين وفيها مقدسات المسلمين ويتوافد عليها حجاج المسلمين ويتوافد عليها المعتمرين ويتوجه إليها المسلمين 5 مرات في اليوم. إذا نجحت في نشر مشروعي هناك تلقائيا سوف ينتشر في أنحاء العالم. فكل فكر متطرف عندما يريد أن يبدأ بلا شك يستهدف المملكة العربية السعودية. كنا في مرحلة من المراحل، في مرحلة صعبة جدا، في يعني خلينا نقول من 50s إلى 70s، المشروع العروبي والمشاريع الاشتراكية والشيوعية وغيرها من المشاريع في المنطقة اللي أعطت فرصة لكثير من الجماعات المتطرفة بأنها تدخل بشكل أو آخر المملكة العربية السعودية وتصل إلى مواقع مختلفة سواء في الدولة أو في الاقتصاد إلى آخره. نتج عنها يعني عواقب لا تحمد عقباها، وشفنا أثرها في السنوات الماضية. اليوم ما نقدر ننمو، ما نقدر نجذب رؤوس أموال، ما نقدر نعمل سياحة، ما نقدر نتقدم بوجود فكر متطرف في المملكة العربية السعودية. إذا تبغى ملايين الوظائف، إذا تبغى البطالة تنزل، إذا تبغى الاقتصاد ينمو، إذا تبغى دخلك يتحسن، يجب أن تستأصل هذا المشروع لمصلحة دنيوية ناهيك عن مصلحتك أمام الله سبحانه وتعالى، بأنه هؤلاء لا يجب أن يمثلون ديننا الحليف ومبادئنا السمحة بشكل أو آخر. فما في شك هذه جريمة، لأن نتج عنها إنشاء منظمات إرهابية، نتج عنها إنشاء جماعات متطرفة قتلت أرواح في جميع أنحاء العالم، قتلت أرواح في المملكة العربية السعودية، أضاعت مصالح اقتصادية. فهذا عمل إجرامي غير قانوني مجرم بناء على قوانين المملكة العربية السعودية. فأي شخص يتبنى منهج متطرف حتى لو لم يكن إرهابي فهو مجرم يحاسب عليه القانون. ما هي فلسفتك سمو الأمير في السياسة الخارجية؟ مصالح المملكة العربية السعودية، هذه هي الفلسفة. ما في شك السياسة الخارجية كلها قائمة على مصالحنا وحفظ أمننا. النفوذ، ماذا يعني النفوذ في السياسة؟ النفوذ هو يعني نفوذ لتحقيق مصلحة. فمثلا لما نتكلم عن صندوق الاستثمارات العامة مثال، لما يكون عنده نفوذ في أنحاء العالم وسمعة جيدة في أنحاء العالم ويكون محرك رئيسي لقطاعات كثيرة في أنحاء العالم، معناته أصبح العالم منفتح على استثمارات الصندوق، وأصبح الصندوق يجذب الفرص الجديدة لكي نستثمر فيها ونصل لها. كثير من الاستثمارات أتت لنا بسبب نفوذ صندوق الاستثمارات العامة وسمعته اللي خلقت في بداية
الرؤية، من ضمنها مثلا لو بتكلم على استثمار أوبر، ليس الصندوق اللي بحث عنه، أوبر هي اللي أتت للصندوق. فخلق النفوذ في جوانب مختلفة لتحقيق مصلحة للمملكة العربية السعودية، ما في شك هذا شيء مطلوب بما لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وبما لا يتعارض مع قوانين دول العالم. السعودية وأمريكا، يعني بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة للبيت الأبيض، هل هناك تباين بين الحلفاء؟ هل أدار البيت الأبيض ظهره للرياض؟ طبعاً طويل العمر ما في اتفاق بين أي دولة ودولة، اتفاق 100%، حتى مع دول الخليج أو أقرب الدول لنا لا بد أن يكون في هامش اختلاف، وهذا هامش اختلاف طبيعي جداً. حتى في البيت الواحد لن تجد رخوة متفقين 100% في كل شيء. مع إدارة وإدارة أمريكية قد يزيد هامش الاختلاف أو يقل، لكن أكثر من 90% مع إدارة الرئيس بايدن متفقين عليها في مصالح السعودية الأمريكية، وكلنا نعمل على تعزيزها بشكل أو آخر، آخرها انضمامنا للمجموعة الجديدة اللي تستهدف مستهدفات مهمة جدا للطاقة النظيفة والبيئة. السعودية كانت أحد الدول المشاركة في المتحدة الأمريكية بأقل من 10 دول، فالمصالح نعززها دائما، والأمور اللي نختلف عليها اللي تشكل أقل من 10% نعمل على إيجاد الحلول لها وتفاهمات لها وتحييد خطرها على بلدينا وتعزيز مصالحها. الولايات المتحدة الأمريكية ما في شك شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية، شريك بدأت الشراكة تقريبا من ما يقارب 80 عام، وهذه الشراكة لها أثر كبير جدا على المملكة العربية السعودية وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. فلك أن تتخيل لو 10 مليون برميل نفط الرخيص من تكلفة إنتاجه من 3 إلى 6 دولار ذهب العقد لبريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم. يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا. لا في شك، تخيل لو هذا العقد راح لبريطانيا سوف يكون وضع أمريكا مختلف تماما اليوم. أيضا بالنسبة لنا لو هذا العقد راح لبريطانيا كان بيكون في ضغط علينا عندما كانت بريطانيا مستعمرة لأغلب الدول في المنطقة في ترسيم الحدود، في وضعنا العام بشكل منطقي إلى آخره، قد نواجه ضغوط أكثر. لكن العقد مع الولايات المتحدة الأمريكية أعطى مصلحة أمريكية ثابتة في المملكة العربية السعودية، مما جعل بريطانيا تعيد حساباتها في أي شيء أو أي ضغوط على المملكة العربية السعودية. مع ذلك إحنا نعمل مع العالم كله، العالم كله واسع. الولايات المتحدة الأمريكية كانت في 1950s تشكل 50% من اقتصاد العالم، اليوم حجم الاقتصاد الأمريكي يشكل ما يقارب 20% من حجم الاقتصاد العالمي، وبدأ العالم يستعيد توازنه بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. نعمل على الحفاظ على شركاتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة واللي هم أهم شركاء لنا، ابتداء بدول الخليج والدول العربية ودول الشرق الأوسط، كما أن نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع شركائنا في أنحاء العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، أوروبا وغيرها من الدول. كذلك نعمل على صنع شركات جديدة مع الجميع، سواء روسيا أو الهند أو الصين أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو غيرها، لمصالح المملكة العربية السعودية بما لا يضر أي دولة أخرى في العالم. فاليوم الصين أعلنت أيضا أن المملكة السعودية شريك استراتيجي، والهند كذلك أعلنت المملكة السعودية شريك استراتيجي، وكذلك روسيا أعلنت المملكة السعودية شريك استراتيجي، ولا تزال المملكة السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. نعزز مصالحنا مع الجميع بما يخدمنا وبما يخدمهم وبما يخدم المصالح الدولية. وفي الأخير كل دولة لها الخيار، إن استطعنا أن نعمل معهم على إنجاز ما فيه خير للجميع كان بها، ولا نستطيع فالخيارات واسعة في العالم. هي موضوع 10% سمو الأمير، هي فقط مجرد تباين في وجهات النظر ولا هناك ضغوطات أمريكية على الرياض؟ طبعا المملكة السعودية لن تقبل أي ضغط في التدخل في شأنها الداخلي. أساسا ميثاق الأمم المتحدة ينص صراحة على سيادة الدول واستقلاليتها التامة، وإشكاليات العالم اللي صنعت الحرب العالمية الأولى والثانية هي بكل اختصار تدخل في شؤون الدول. وأتى هذا الميثاق لعلاج أزمة طويلة من عصور الاستعمار إلى الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية، حلت بميثاق الأمم المتحدة، وأحد أهم ركائزه اللي هي سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. فلما تقوم دولة بتدخل في شؤون داخلية لدولة أخرى معناتها طعنت في الميثاق اللي حفظ سلم العالم وأمنه واستقراره بعد الحرب العالمية الثانية، واللي جعله يزدهر في 50-60 سنة الماضية بالشكل اللي احنا نعيش فيه اليوم بسبب هذا الميثاق. فهذا أمر غير مقبول أنه هذا الميثاق يهز، لأنه هذا هو الدافع الرئيسي لكل شيء ننعم فيه اليوم في العالم، ولا نقبل هذا الطرح بأي شكل أو آخر. لكن احنا نتعامل على تعزيز مصالحنا
ونتفادى أي نقاط اختلاف. العلاقة مع إيران سمو الأمير، هل هناك عمل لإيجاد تسوية معينة للقضايا العالقة بين السعودية وإيران؟ في الأخير إيران دولة جار، وكل ما نطمح له أنه يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران. لا نريد وضع إيران يكون صعب، بالعكس نريد إيران مزدهرة تنمو، لدينا مصالح فيها، لديهم مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار. إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم فيها إيران، سواء من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة، أو برنامج صواريخها البالستية. نعمل اليوم مع شركائنا في المنطقة وفي العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقة طيبة وإيجابية فيها منفعة للجميع. لا نستطيع التحدث عن إيران دون الحديث عن اليمن. قدمت السعودية مبادرة تم رفضها بشكل أو بآخر، ما هو مستقبل الوضع في اليمن؟ مثل ما تعرف اليمن هذه ليست أول أزمة تمر في بين المملكة السعودية واليمن. هناك أزمة مرت على وقت الملك عبد العزيز رحمه الله وتم معالجتها، ومن ثم أتت أزمة أخرى في السبعينات والثمانينات وتم معالجتها في التسعينات، حتى أتت أزمة أخرى في 2009 وتم معالجتها في فترة قصيرة، ومن ثم أتت الأزمة الأخيرة عندما بدأ الحوثي يتوسع من ابتداء من 2014 حتى وصل صنعاء في بداية 2015، ومن ثم انقلب على الشرعية. فهذا أمر غير قانوني في اليمن، غير قانوني دوليا، ولا يوجد أي دولة في العالم تقبل من يكون ميليشيا على حدودها، وأن يكون هناك أي تنظيم مسلح خارج عن قانون دولة على حدودها. فهذا أمر غير مقبول للسعودية، غير مقبول لدول المنطقة، وأيضا غير مقبول للشرعية في اليمن. وشاهدنا هذا التصرف ماذا كانت انعكاساته على اليمن. نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات مع جميع الأقطاب اليمنية للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن أيضا مصالح دول المنطقة. العرض مقدم من المملكة السعودية بوقف إطلاق النار وبالدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس على طاولة المفاوضات. وجلوس الحوثي على طاولة المفاوضات هو قرار الحوثي بيده ولا قرار الحوثي بيد طهران، وبالتالي لازم نحل المشاكل في الملف النووي والمشاكل الأخرى؟ نتمنى، أنا أعتقد الحوثي ما في شك أنه له علاقة قوية بالنظام الإيراني، لكن أيضا الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة العروبية واليمنية اللي يتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل أي شيء آخر. سمو الأمير، ماذا بعد 2030؟ 2040 تخطيط مستمر بلا شك. 2030 يعني هي تضعنا في موقع متقدم جدا في العالم، لكن 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالميا. أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح؟ مواطن سعودي ما في شك، يعني بدون مواطن سعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء من اللي حققناه. إذا هو غير مقتنع باللي نعمل فيه، وإذا هو مو جاهز يتحمل المصاعب والتحديات، وإذا هو مو مستعد يكون جزء من هذا العمل، سواء موظف حكومي أو وزير أو رجل أعمال أو موظف في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه، بلا شك كل اللي قاعدين نقوله فقط حبر على ورق. مما تخاف سمو الأمير؟ أنا أعتقد هذه يعني مهي موجودة في قاموس السعوديين أنه السعودي يخاف. مهي موجودة. ما أعتقد أنه في أي سعودي يعني. السعودي لا يخاف. بلا شك. لكن ما في شك نقلق، نشيل هم، نعمل على تجاوز هذا القلق أو الهم بحلول، لكن الخوف ما أعتقد أنه موجود في قاموس السعودي. أهم رسالة تريد سمو الأمير أن توصلها لشعبك؟ أبد، نستمر. حققنا إنجازات كبيرة جدا في الأربع سنوات الماضية. نحقق أكثر إلى 2025 ومن ازدهار لازدهار إن شاء الله. شكرا لك سمو الأمير على هذا اللقاء. شكرا. شكر موصول لكم أنتم، وانقلوا عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه يقول دستورنا القرآن. السلام عليكم.